ولاية المعلومات مؤكدة مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال استيراد ونقل المخدرات من المناطق الغربية الجزائرية، واستغلال المعلومة تم إعداد خطة قصد الإطاحة بهذه الشبكة وتفكيك وتوقيف جميع طرفها. العملية مكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر حوالي 23 سنة وحجز كمية من المخدرات يقدر وزنها ب 59 كيلوغرام و 500 غرام. تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام نيابة اختصاص لدى محكمة عامة.